مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم الى برنامجكم تخليص. يسعدنا في هذه الحلقه ان نستضيف المحلل السياسي المحامي نايف ابو سويس. كيف حالك ابو سالم؟ اهلا بك استاذ حكمت، كيف حالك؟ الحمد لله. انت قبل اسبوع كنت قد نشرت او كتبت بعض الشغلات التي تخص المدن المختلطه، ولكن بالأخص طبعا اللد والرملي، وكتبت أن هذه البلدات هي خارج التغطية. شو قصدت في الموضوع خارج التغطية؟ يعني أولا شكرا لاهتمامكم، يعني هذا واجبنا أخ نايف. وضع المدن المختلطة وتحديدا رمل اللد يافا يعني لها خصوصيات يعني خاصة لها، ووضعها يختلف عن باقي المدن والقرى العربية، يعني رهط، تمرة، شفاعمر وغيرها. نذكر أنه إحنا أقلية في مدننا الأصلية، ولذلك يعني علينا من الصعب جدا أن نطلب أو نقدم خدمات للمواطنين العرب في جميع أحياء المدن المختلطة المذكورة، وخاصة في البلدة أو البلدات القديمة إن كان في اللد والرملة ويافا. وبدون أدنى شك نحن في هذه الفترة يعني نشعر ونلمس في ملاحقة، وخاصة من قبل وزارة الإسكان وتحديدا شركة عميدار للأهل والمواطنين الذين يسكنون في دور من شركة عميدار، يعني يتم تهديدهم بإخلاء هذه البيوت وفقط لبناء مشاريع جديدة تخدم غير العرب. فنحن نسأل لماذا هذه الملاحقة، وإحنا نفس الوقت كمان مع البنى والتطوير والتجارة جدد، ولكن لا يمكن أن هذا يأتي على حساب وعلى حق المواطن العربي، ونشهد هناك ببناء وتطوير مئات ربما آلاف وحدات السكن في المدن العربية المختلطة. وإذا أردت أن يعني أجيب بسؤالك بصورة طبعاً هذا جداً. عفواً، هذا طبعاً هذه الشقق، إذا أنت ذكرت آلاف الوحدات السكنية، طبعاً هاي مخصصة لليهود مش للعرب. هي بالأصل لليهود عشان يكون واضح، بإمكان العرب يعني من يشتري ولكن بأسعار باهظة جدا. يعني في أحياء اللد والرملة بيوت مش من أقل من 2 مليون شيكل أربع غرف. كم مواطن عربي بسيط في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ممكن أن يشتري بيت؟ هذا واحد، وبيبنوا بحارات جديدة وبيتلاشوا هناك يعني التوسيع منطقة أحياء عربية. يعني على سبيل المثال محاذية لحي الجواريش أو قرية الجواريش بيبنوا حوالي 3500 وحدة سكن، ولا وحدة سكن في مساحة الجواريش. طب ليه ما يوسعوا الجواريش وموجود الأرض؟ وأكثر من هيك في حوالي 180 دونم جنب الجواريش الآن يتم المخطط عليها لجلب سكان متزمتين حرديم. طب ليش يا أخي ما نوسع منطقة الجواريش وكذلك في جنحكال وكذلك في اللد؟ وللأسف الشديد حكمة يعني نحن يعني شبه منسيين من قبل كل هيئاتنا العربية، إن كانت لجنة المتابعة وإن كانت القطرية وإن كانت حتى الأحزاب. يعني هاي الرمل أنت ذكرت وقلت في مقالك الأحزاب المتقاعصة، يعني هل تقصد مين ولا عتبك على مين؟ عن حزب الموحدة اللي موجود اليوم في الائتلاف الحكومي، أم الأحزاب مثل المشترك مثلا؟ يعني اليوم ما بحك جلدك إلا أظفرك، وإحنا على مستوى محلي يعني نجحنا أن نضع أول شيء قضايا مدننا على الساحة، والكل اليوم يتحدث على المدن المختلطة وكيستعملها بس لمآرب سياسية. تخطيط الأرض الواقع ما في، عناية ما في. يعني شوف لاحظ، ولا حزب من الأحزاب ولا في القطرية ولا في المتابعة يوجد هناك ممثل ثابت في سكرتيرية المتابعة. ليه؟ طبعا عندنا 22 ألف عربي في الرملة و 36 ألف مواطن عربي في اللد وحوالي 25 ألف يافا، بينما كفر برا 4000 وعندهم مندوب في سكرتيرية إن كان متابعة وقطرية. طب ليش ما يكون عضو مجلس عضو من كل بلد؟ هاي يعني نسيين هذه المدن المختلطة بس يتطلعوا إليها في وقت انتخابات عشانها فيها بنك. ولكن أخ نايف، هل كان في مطالبة لاندماجكم داخل لجنة المتابعة
أو لتمثيل على الأقل مثل ما أنت بتتفضل، ولكن هناك بقول لك هناك أحزاب ومنظمات أهلية هي التي تشارك في المتابعة. أخي الكريم، نحن تشكيلات قضية المتابعة أولا في الحقيقة المتابعة يجب أن يكون عليها متابعة، وباعتقادي هذا موضوع واسع، ويجب حتى نفض المتابعة وبنايتها من جديد، لكن هذا موضوع آخر. توجهت خطيا ومكالمات عديدة مع السيد مع محمد بركي ومدر يونس، وبنشوف وبنلاحظ وبنروح، النتيجة ما في نتيجة. مزبوط الأحزاب لها دور كبير، ولكن أخي اليوم كل مبني على مصالح. هل من مصلحة الأحزاب بدون بغض النظر أي حزب إنه هل هي خدمة الرملة واللد ويافا؟ هناك قضايا حارقة جدا، ما في إن يعني أي هيئة أو أي مين توجه له، يعني يجب علينا وضع خطة وبرنامج لضغط على رؤساء بلدية، على حكومة، على وزارات معينة. الحال يعني لم يتغير في آخر 20-30 سنة، رغم إنه هناك في أعضاء مجالس بلدية في كل البلدات، ولكن للأسف الشديد الحالة السياسية اللي إحنا فيها، مثلا خذ ما بتساعدناش، خذ مدينة اللد، هناك ثلث المجلس البلدي من أعضاء العرب، 6 أعضاء عرب، ورئيس البلدية العنصري المتطرف اختار أن يتجاهل هؤلاء الأعضاء وحتى يعاقب المواطن العربي عشانه عربي، ويبني ويطور الأحياء اليهودية وخاصة عند اليمين المتطرف. وإحنا مش ضد البناء، بس تعالوا ابنوا للجميع. شوف بلدية الرملة، وبحكيها خطين، وبعت لك كل الأعضاء مكاتيب بالرملة، 4 أعضاء من 17 وهم في شو ردوا عليك البلد. شو ردوا عليك أعضاء البلدية العرب؟ شو ردوا عليك أخ أبو سالم؟ ولا واحد رد. يعني أنت برضو ذكرت جملة أعجبتني، ما ظل في الجيش إلا عزات، يعني ما ظل في الرملة وفي اللد إلا نايف أبو سويس، المحامي نايف أبو سويس اللي يطالب في حقوق المواطن العربي داخل هاي المدن. للأسف الشديد يعني الكثير مشغول في أمور ثانية وربما شخصية. يعني الحمد لله إنه أنا عندي وقت متفرغ وقدرات وشبكة علاقاتي اللي بقدر من خلالها أخدم بقدر المستطاع، ولكن قديش الواحد بده يعمل لحاله. وبقول لك إياها الصراحة بجوز أول مرة أخ حكمة، مش ولا واحد راضي يتعاون، الكل يخاف من نايف أبو سويس، بدريش ليش يا عمي. أنا لا أنظر إلى مواقع سياسية، أنا مش بحاجة لمواضع سياسية، لا مش بحاجة للسيارة، ومش بحاجة لسكرتيرة، ولا بحاجة لعضوية كنيسة. أنا في موقع آخر، أنا اليوم عندي كل الوقت أخدم بلدي بغض النظر عن جميع الأعضاء والزملاء اللي أكون لهم كل الاحترام، ولكن ربما ما في عندهم الوقت الفاضي، الكل مشغول على مستوى شخصي، يفضي الساحة ويختاروا أو يحطوا ناس تانيين اللي يرفعوا هذا المستوى. اليوم يعني أنا ببعث لهم مكاتيب ولا واحد برد، ليش؟ طب أنت عارف، انسوا نايف أبو سويس، تفضلوا أنتوا اعملوا اجتماع واعملوا برنامج. حكمات أنا لازم أحط من جيبتي 50,000 شيكل على كل بلد، واستشارة من مهندسين ومخططين والمحامين عشان أقدم ورقة عمل لوزراء ورؤساء بلدية. طب وين هيئتنا الوطنية؟ ليش لجنة المتابعة ما تدعم هذا الأمر؟ ليش الأحزاب ما تصرف لهذه الأمور؟ ليش؟ لأنك ابن البلد، لأنك ابن البلد نايف أبو سويس، ونحن نشهد على ذلك. وما بحك جلدك إلا ظفرك أبو سالم. ماشي أنا معاك، بس كمان منصور عباس ابن البلد، وأيمن عود ابن البلد، الدكتور أيمن طيب، كلهم أولاد بلد. هاي مصلحة وطنية. لما أنا اليوم بثبت أهلنا في الرملة واللد وعدم إخلائهم، هذا قضية وطنية من الدرجة الأولى، لا تقل أهمية عن القدس ومشاكل إقليمية. أوكي، ولكن أنا بعرف أنه في الفترة الأخيرة أبو سالم كان في زيارة لرئيس لجنة الداخلية طبعا الجديد الأستاذ وليد طه، كان في زيارة للد والرملة. وليد طه جديد يعني استلم وزارة خلفا للمرحوم سعيد الخروي، لجنة في الكنيسة، لجنة الكنيسة. الآن أخي الكريم،
يعني ممكن يلتقوا ونلتقي وتمام ونطلع صور ونطلع بيانات. أنا أتحدث عن مخطط ومطالبة بصورة رسمية. أخي الكريم، هذه الحكومة وإسرائيل يجب أن نتعامل معها بلغتها، لغتها بأوراق عمل أو أوراق عمل، لغتها ملاحقة المؤسسة في المحاكم والنضال الجماهيري. كل هذه الاجتماعات لا تجدي شيء. شوف قرية دهمش الغير معترف فيها حتى الآن، أخونا عرفات إسماعيل أبو الوليد يعمل جاهدا وصدقني لحاله بإمكانياته المتواضعة أنجز ما لم تنجزه الأحزاب ولا المتابعة على مدار 50 سنة. أخي الكريم، هاي الشعارات والخطابات الرنانة انتهى وقتها. اليوم يجب الاهتمام وأخذ بالمهنيين، مختصين، مهندسين، رجال قانون، مخططين مدن، وتحضير برنامج عمل مخطط. أخي الكريم، قضية التربية والتعليم في المدن المختلطة بإفلاس، هناك طلاب صف ثامن تاسع لا يجيد القراءة ولا يجيد القراءة، فمين المسؤول يا أخي الكريم؟ لا نعلق أمال كبيرة على كل هيئاتنا العربية، وأنا أجل لهم كل الاحترام، وللأسف الشديد مش محسوبين، عندهم النقب، عندهم المثلث والجليل وانتهى. وهذه المدن حتى يعني لو أنه الأستاذ سامي أبو شحاد عضو المجلس البلدي، هو من يافا، من يافا، ابن المدن المختلطة اللي ذكرتها. أستاذ سامي إنسان طيب، ولكن هو مش رجل ميداني ولا على أرض الواقع، هو منظر، أعطي تنظير وخراف وما مش عارف فلسفة عزم بشارة وغيرها ووطني ومش عارف مش وطني. هذا معلم. إمتى الأستاذ سامي أبو شحادة زار المدن والأحياء والحارات ومتطلبات المدارس، الفرص العمل، الشبيبة اللي دمروا البلد من جيل 15 ل 25؟ هاي بدهم عناية يا سيدي، يا سيدي العزيز، هذه بدها برنامج. أنت طيب، عضو كنيسة. ولكن أخي 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 نايف، أخي نايف، أنت اليوم موجود داخل، خلينا نقول داخل دائرة اللي الكل بيحترمك من أعضاء الكنيسة وخصوصا في الموحدة، وهناك الأبواب مفتوحة، ونحن وأنا شخصيا بعرف أنه أمام نايف أبو سويس كشخصية اعتبارية في المدن المختلطة وفي المجتمع العربي بشكل عام، أنت الأبواب مفتوحة لإلك. هل توجهت إلى اليوم للموحدة اللي هي في الائتلاف الحكومي؟ أخي الكريم، منصور عباس توجهت له أكثر من مرة، وللأسف الشديد وأنا بحكيها، منصور عباس التواصل معه صعب جدا جدا جدا. آخر مرة قبل شهرين ثلاثة رد علي المساعد تبعه، بده أبعث له ورقة عمل، قلت المساعد تحكي مع السواق تبعي عشان يكون هناك مناظرة. فالأمور يعني مش بالضبط زي ما أنتم بتفكروها أخو حكمة، هاي في بجوز ربما ممنوع مش فاضيين أو ضغط شغل. أنا أتحدث عن برنامج وتحدث مهنيين. الموحد اليوم لماذا لا يكون عندها طاقم مهنيين يتابع كل القضايا؟ يعني كان في مدن مختلطة وفي النقب وفي الجليل وغيرها. الأحزاب كل حزب يأخذ مئات الآلاف الشواكل كل شهر، وين تصرف هذه؟ على سكرتيرية الأحزاب، على مندوبين، على السحيج تبعونهم، ما في عنا. أنا نقدي بناء يا أخي الكريم، أنا لا أكره الناس ولا أكره أحد ولا عندي عداء لأي إنسان. أنا جاي من وقتي ومن خبرتي أخدم مجتمعي قدر الإمكانيات، ولكن قديش الواحد بده يعمل ويعمل ويحط من جيبته؟ إن 10 سنين في هذا الحراك، وللأسف الشديد هناك يعني الأحزاب لها مخاوف من شخصيات تخاف منها من حيث تهددها. ليش يا أخي بنهدد فلان شخصية؟ يعني شاعر، أنت شاعر إنه بخافوا منك يعني بيعملوا لك حساب في الأحزاب؟ القضية مش قضية خوف. إحنا بنعمل أخي الكريم، لما إنسان بده يجي يخدم خدمة بدون أي مقابل، اسمعني، يكون أكبر ما أعلى بكم درجة من إنسان مقوقع في فكر معين، صحيح، أو في عنده الفرامل الحزبية أو الأمور الشخصية. أنا ما في عندي هاي الفرامل. أنا بقول اللي بدي إياه، بعمل اللي بدي إياه بنضاق المعقول والقانون، وإيدي مفتوحة لكل الناس. أنا ما عندي مآرب شخصية يا أخي الكريم. الكل بنافع بصويس. في شخصية بارزة جدا في أحد الأحزاب بقول لي مرة أنت شيوت ما قيمت، يعني شخصية لها تهديد، حضورك بهدد. ليه يا حبيبي؟ ليه ليه مش فاهم؟ ليش؟ اتفضل، ما تفضل اخدم البلد. هاي الشعارات يا أخي حكمات والكلام الفاضي انتهى منه. جماهيرنا المواطن البسيط آخر اليوم بيسأل شو عملتونا؟
بقدر أبني بيتي، في خارطة هيكلية، المدرسة فلان حسن وضعها، في مجاري، في مدارس. بعدها بنتفضل مشاكل القدس وإيران والأقليمية، بيوتنا خربانة بحاجة لترميم. وهذا ما نفتقر إليه يا أخي الكريم. بتروح بتشوفهم خطابات، نفس الخطاب من سنة 48 لليوم، نفس الكلمات نفسه. طب توسع شوي، يعني منصور عباس ربما يعني حاول ويحاول ويتقدم، أرجو يعني إنه له التوفيق والنجاح وينفذ مخططات ووعدات الحكومة. هذه الآن يعني من يتابع هذه الميزانيات التي ممكن أن ترصد أو ما ترصد من خلال الميزانية الوسط العربي، حتى 50 مليار سجل عندك. إذا مجتمعنا بحصل 10 مليار بخمس سنين بيكون برضو زيد خالهم. يا أخي الكريم إحنا وصلنا في نقطة يعني ممكن بس إن دمار أحداث مايو يعني السنة. يعني أنا بفهم من كلامك مين بيضحك على الثاني، هو الائتلاف بيضحك على الموحدة ولا الموحدة بتضحك على المجتمع العربي؟ مين بيضحك على الثاني؟ لا لا أنا ما مش قصدي إنه بيضحك ومش بيضحك، الموحدة تحاول أن تعمل بقدر المستطاع، وهناك مصالح في تركيب مركبات الحكومة، هذه الحكومة إنه الكل يحافظ على كيان معين لحد معين لفترة معينة. شوف العجيب، رئيس حكومة بنت متطرف يميني من ست أحزاب، مين شريكه طبيعي الموحدة الإسلامية وميرتس وغيرهم وأفكارهم أجندتهم يعني تختلف كليا، ولكن باعتقادي هناك مصالح تربطهم. الآن أمام الموحدة فرصة ذهبية بأن تحصل ولو شيء واحد، يعني شيء واحد على أرض الواقع بتكون ألف مشكور. أنا بعتقد أنه منصور عباس يحاول جاهدا. هناك يعني لنا معه اختلافات في نقاط معينة من ناحية استشارة بمهنيين ومتابعة الأمور، ولا يمكن إنسان واحد أو اثنين أو ثلاثة يركزوا هذا العمل الجبار. باعتقادي يجب توسيع هذه القاعدة. طيب صحيح أخ نايف، أخ نايف، هاي فرصة ذهبية، هاي فرصة ذهبية. حتى المشترك، حتى المشترك وتحديدا العربية للتغيير ممكن أن تستغل ثغرات معينة في الميزانية أو تصويت هنا وهناك لمقابل الحصول على شيء معين. أنا أرجح أنه صوتك رايح يصل طبعا للموحدة وأعضاء الموحدة، أنه هناك بتشكيل، يجب تشكيل مستشارين مختصين في كل منطقة أو منطقة. أبو سالم بدي أخذك لموضوع آخر اللي هو تعامل الشرطة في المجتمع العربي بشكل عام وفي اللد والرملة بشكل خاص. هل تغير شيء؟ للأسف ما في شيء ملموس على أرض الواقع، وأنا بقول على أرض الواقع. ربما هناك مخططات مستقبلية يتم من خلال هذه المخططات تنفيذها على أرض الواقع. يعني شوف الشرطة امبارح أو قبل امبارح، يعني احنا بيكون الشرطة قادرة حين تريد. لحظة 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 لحظة، شوف لما بالأمس تم الاعتداء على بيت لواء جمال حكروش في كفر فنة، هاي اعتداء على مؤسسة، رئيس على الشرطة، رئيس وحدة سايف، رئيس وحدة سايف كمان، لا بالشرطة، رجل مرموق يحاول أن يعمل لمجتمعه وتم الاعتداء على بيته. شوف إلى أي حد وصل بنا العنف والإجرام. لاحظ حكمة إسرائيل والمؤسسة الإسرائيلية، إن كان الشباك وإن كان الشرطة وإن كان الجيش، كلما باستطاعتها أن تعمل وتفعل كل شيء. عندما هرب أو ستة الأسرى بأسبوع الماضي، قوموا الدنيا وسكروا منطقة، جابوا كل الإمكانيات التكنولوجية ومن النتيجة عارفينها. لماذا هذه المخططات وهذا التعامل لا يحدث عندما تزهق أرواح عربية؟ نتحدث عن 80 قتيل بالسنة يا أخي حتى الآن، 20% 25% بالرمل واللد ويافا. لماذا لا تكون هناك وحدات مختصة بالتحقيق؟ لماذا لا يتم ملاحقة الصفقات الغير قانونية في المجتمع العربي؟ لماذا هناك التعامل بالربا بصورة واضحة بوضح النهار؟ لما هذه الأمور الاقتصادية تؤدي لكثير من شريحة الشباب، خاصة الشباب، إلى الدمار. لما إنسان بيصرف شك وبيتوجه بيأخذ فائض من ناس محترمين، أوكي بآخر الشهر ما بيدفع فلوسه، شو بيفكر بده يتنزلون على فلوسه؟ سوق سوداء، سوق سوداء، سوق سوداء.
سوق سوداء ومش بس، هناك كثير منا عندنا من المصالح في الوسط العربي عادي بتشوفها بالصفقات تتم بالنهار، لا شرطة متابع الأمر، لا قسم الاقتصادي، لا وزارات، ولا واحد مهتم، فجل ويكسر بعضه بالآخر. لما هذا السلاح وهذا العنف وهذا الإجرام يوجه ضد يهود، وقضية وقت سيتم التوجه لليهود، وبعدها ممكن إسرائيل يعني ممكن تصحى. أخي الكريم تزهق أرواح وما في برنامج، ما في تنفيذ، ما في شيء بتحدد تتحدده. يعني الموحدة الدكتور منصور عباس رئيس اللجنة، أخي الكريم اليوم هذه أمور حركة، ومش واحد يقول لي هاي حبة انتبيوتيكا وهذا برنامج بده سنين. نتحدث كل يوم الإجرام والعنف في الوسط العربي، الوسط العربي يتسع، مش إنه في جمود أو تراجع، يعني ما في إن برنامج، يعني اعتقادي يعني الحكومة متقاعسة متخاذلة، ولكن في نفس الوقت كمان حكمة عشان الحق يقال لنا كأهل كقيادة كرجال تربية. بالضبط. أنا برضو حبيت أنا وظيفة كبيرة جدا ومسؤولية على أنفسنا، ولا نعلق كل شيء في المؤسسة. بالضبط. أنا حبيت أقول لك إياها إنه برضو إحنا مجتمع مأزوم، في عنا أزمة ثقافي، في عنا أزمة تربية. لا أختلف معك ولا مرة بنجمل، ولكن أنا لما واحد بيشرب جنية كولا وبيفتح الشباك وبرميها بجت أو بالرملة أو صحيح صحيح، هذا يدل على كثير. أنا ما بتوقع منه كمس الشارع. مش بس هيك لا أنا بدي أقول لك أزمة الأخلاق اللي موجودة عندنا في الوسط العربي، في المجتمع العربي متدنية جدا. لما أنا بدخل أي مدينة أو أي قرية عربية شوف أزمة السير، لا يحترموا قوانين السير، بتشوفهم بيجوا بعكس خط السير. يعني هناك في أزمة برضو خانقة داخل المجتمع العربي. ليه ملوم أنفسنا أبو سالم؟ إحنا حكينا دائما نلوم أنفسنا، ولكن في نفس الوقت إحنا نذكر يعني كقيادي أو ما عندنا الصلاحيات نطبق قانون معين. هناك يعني الحكومة والمؤسسة هي أولى، ولكن إذا عدت للثقافة الحقيقة إنه إحنا للأسف الشديد ننزلق يوميا بالثقافة، بالرغم إنه إحنا عنا مثقفين وعنا واعيين وإحنا شبابنا ملاح وكل شيء مليح، ولكن الحال الذي نحن عليه الآن لا يبشر خيرا. بتشوف زي ما حكيت الشوارع أزمة سير، إنسان بصف دبل باركينج ليش؟ عشان يعني أخنايف ابن 17 سنة أو ابن 15 سنة اليوم بطل يحترم اللي أكبر منه. ما إحنا شايفين، يعني أنا وياك إحنا في نفس الحارة وعارفين بعض أبو سالم. احنا اولاد حتة وعارفين بعض. صح. تعرف ليش تعرف ليش؟ لانه ما في له قدوة. القدوة تبعته واحكي لك اياها بصراحة، بيجوا بيصلوا ان صلاة مغرب او عشاء او جمعة بسكر الشارع عشان يصلي. صحيح. لا يا عمي صحيح. لازم تروح تصلي، صف محل آمن وتعال صلي، ما فيش وقت تعال فبقى مرة ثانية مش مشكلة. ما بنفع تيجي تصلي أول صف وانت تتعامل بالربا، ما بنفع أو بتسكر الشارع ما تسكر الشارع ولا تذم جارك ولا تطلق النار على صحيح. جارك إذا ما في عنا دين لا يلزمنا ديانة. صحيح. إحنا في متدين. أنا أقول لك يا من وقت ما خرج القضاء من المساجد خربت. أخ نايف أبو سويس، هناك بعض القيادات العربية في المجتمع العربي ترفض خلينا نقول إدخال الشباك اللي هو الأمن العام، جهاز الأمن العام، لمساعدة الشرطة في إلقاء القبض على عصابات الإجرام. شو رأيك في الموضوع؟ هاي خرافة. الشباك شغال وين بده وإمتى بده، مش بحاجة أن يأخذ تصريح من محمد بركي ولا من أيمن عودي ولا منصور عباس ولا من نايف أبو سويس ولا حكمة غرة. هذا واحد. نعم. اثنين، اليوم أنا بدي أعمل برنامج على قضاء العنف والإجرام، إن شاء الله يجيبوا لي CIA أو طالبان من أفغانستان، المهم يخلصوا لي هذه القضية. دشترونا من الشعارات. الشباك شو وظيفته؟ لما إنسان نظيف، أنا مكتبي فاتح ولا في كود ولا ما حشبي في كود،
من مين خايف؟ علي مستحقات بدفعهم، علي كلمة طيبة بقولها. شو الموضوع؟ أنا مش فاهم ليش مضايقينا الشباك اليوم. بدي أقول لك شو تأكل الصبح والظهر والمغرب. الشباك بدي أحاول يمنع. أنا ما بتحدث على إرهاب، ما بتحدث عن إيران، ما بتحدث عن القدس، ما بتحدث تهديدات إقليمية واستراتيجية معينة. أنا بدي أوقف الطخ والقتل في عنا. بس عارف يا أستاذ حكمات، بديش الشباك يتدخل. تعالوا يا قاضة، يا قيادة المجتمع العربي، كون عندكم صوت وحس واحد. لما بتشاركوا بعرس ويكون في اطلاق نار، تفضل قوم واتركوا العرس. هذا موقف صحيح. انا بهاي الشغله انا بدي الشباك، بديش الشباك. صحيح صحيح. طيب تم التعدي على مدير قسم في بلدية رهط. كم قيادي وقف جنبه غير رئيس البلدية أستاذ الشيخ فايز أبو سيبان؟ ليش ما كانش عليه دوشة؟ هذا رجل جمهور يقوم بواجبه، تم إطلاق عليه نار وحرق سيارته. وين موقف القيادي؟ هنا القيادي لما قيادي يتقاعس بوظيفته، شو بتترجى من الشباب؟ شو بتترجى من الشباب؟ لما مشايخ فيما أو رجال دين، مش بشرط إسلام ومسيحيين، رجال دين ككل بشتموا بعض ومسهروا بعض. شوف ما يجري في شبكات التواصل من تراشق والاتهامات. إحنا بغنى عن هاي، فقدنا كل الأخلاق وفقدنا الإنسانية. ولا تتفاجأ للنتيجة أخي الكريم لما كل سحيجة الأحزاب دبكين في بعضهم. ليش ما كان في اجتماع واحد لرؤساء الأحزاب والقطريات؟ تعالوا يا عمي، إحنا أولاد بلد، إحنا أخوان، إحنا نسايب، إحنا قرايب، دم واحد. بكفي جرونا للهاوية. الكل ساكت، والمش كل ساكت، الكل بيبعث سحجته يتهم الثاني. عيب لأي حد وصلنا. كله عشان إيش؟ مآرب سياسية، بدنا سياسة. مآرب اقتصادية، بنأكل خبز ولبنة ومش مشكلة عندنا. صحيح صحيح أخ نايف أبو سويس. طبعا إحنا من ضم صوتنا لصوتك، ومع هذا النداء لا يسعني إلا أقول بارك الله فيك طبعا وأكمل المسير. وإحنا معك أخ نايف أبو سويس. شكرا لإلك. شكرا لإلك. نحن على درب سائرون إن شاء الله، حتى أن نلقى الله إن شاء الله إن شاء الله. بهذا مشاهدينا الكرام نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج تخلص، على أمل لقائي بكم في الأسبوع المقبل مشاء الله. إلى اللقاء.